If there is high power tension, you have a potential injury. Let me show you that. Tell me why it's killing the exercise of our potential. قبل ما يتكلم اي جزء في الاكتشاف قبل ما يتكلم في الريستنج في الحاله اللي ما فيها هايبرتنشن ولا فيها هايبوتنشن ايش صاير اصلا؟ ركز الكلام كويس، يعني ما تحاول تفهم الاوضاع بتاعت الهايبور تنشن من غير ما تفهم الاوضاع بتاعت الشخص الطبيعي النورمال في الاول. ركز كويس جدا، يعني هي اللي بالنسبه لك انت والان الارتيريال بلود برير بتاعك نورمال، هل البار ريسبتور استيميوليتد ولا ما استيميوليتد؟ لا ما استيميوليتد. انهبيتد؟ لا ما لا نورمال. نورمال شنو يعني نورمال؟ يعني في حال ما مش ما في ستريتش. شنو يعني؟ استرس صح، لكن استرس ماله؟ سلايت استرتش. The baro receptors and the resting condition are in state of slight stretch. استرتش خفيف. وبالتالي في firing of action potentials. تمام. This firing and the resting condition is sending impulses to the cardio inhibitory center في الأحوال العادية. يعني هي أصلا في المحصلة بتاعتها في النهاية في the resting condition هي بتخفض من الدقات بتاعت القلب في حالة العدد، وبتخفض من القوة بتاعت الضربات بتاعت القلب كذلك بالنسبة للستروك فوليوم. ده عند الريستنج كونديشن. ليه؟ لان هي قاعده في سلايت هنا شنوها؟ استرتش، وتقوم بتست شنوها؟ امبلسز. الامبلسز دي ار الكتاب بيقول لك كده ار انهبيتري امبلسز، ودي كلمه مضلله، كلمه ما كويسه. كتب بتستخدم كلمه ما كويسه. ار ذيس امبلسز ار انهبيتري امبلسز. ركزوا كويس في الكلام. Under resting condition baroreceptors are in state of slight stretch. استرتش خفيف. بالتالي there's firing action potentials and these action potentials are inhibitory. Inhibitory معناته شنو؟ معناته باعتبار ما سيكون المحصلة النهائية انها حتنقص الهارت ريت وحتنقص الاستروك فوليوم وحتوسع الوعاء الدموي. ده اصلا هي درست تعمل هكذا. مفهوم الكلام؟ ده معنى انهبيتري. انهبيتري هنا باعتبار ما سيكون. لانه الكتاب لما بيقول لك انهبيتري ما فصل لك انهبيتري ليه ده؟ ولا ليه ده؟ ولا ليه ده؟ ولا ليه ده؟ ما فصل لك. طالما ما فصل لك معناته شنو؟ نتكلم عن المحصله النهائيه بتاعت المساله. وطبعا it is action في النهايه هي بتعمل على نقصان في الهارت ريت. وبتعمل على نقصان في القوة بتاعت الضربات، وبتعمل على هنا شنوها؟ توسع في الجدار بتاع الوعاء الدموي. ده في الريستنج كونديشن. طيب لما نحصل هايبوتنشن. هايبوتنشن معناته شنوها؟ بارو ريسبتورز ويل سند ليس انهبيتري امبلسز. لما نحصل هايبوتنشن مثل هايبوتنشن هي حتعمل شنوها؟ حترسل هنا شنوها؟ ليس انهبيتري امبلسز. لان الانهبيتري امبلسز كانت موجوده بالمستوى بتاع الدم الطبيعي. لما الان قل الدم وقل البريشر حترسل هنا شنوها؟ ليس انهبيتري امبلسز. ليس انهبيتري امبلسز معناتها زياده في الهارت ريت، زياده في الستروك فوليوم، ها انقباض في العضلات المنساه للجدار الوعي الدمويه، ويحصل زياده في الارتيري بلوت بريشر. فهمتي يا اخت الاسلام؟ ها؟ ها؟ ايوه ايوه فهمتي؟ ده الثلاثه كده مع بعض. خلي بالك كويس جدا مره اخيره. في الحوالة العاديه حسيت لا عندك هايبرتنشن ولا عندك هايبوتنشن. تمام؟ عندك الضغط العادي. طيب الضغط العادي جاي من وين؟ معناته في ضغط حاصل على الجدار بتاع الوعاء الدموي.
اللي ما كان في ضغط اصلا مشكله. الضغط العادي الحاصل ده هيعمل استريتشنج في الباور ريسبترز، لكنه حيكون هنا شنو؟ ها سلايد استريتشنج. وعندهم تندنسي في الحاله بتاعت السلايد استريتشنج انه يرسل اشارات تثبيطيه بين قوسين باعتبار ما سيكون. هذا ميتافوريكال اكسبريشن، هذا عباره عن تعبير مجازي يعني باعتبار ما سيكون، لانه الانهبيشن معناته في المحصله النهائيه بتاعته. شنو يعني بمعنى اخر؟ كتاب كان المفروض يوضح لك ويقول لك كده، بقول لك بترسم انهبيتري امبلسز للكارديو اكسلريتر سنتر واكسايتري امبلسز للاكسايتري انهبيتري امبلسز للكارديو انهبيتري سنتر و استيمولاتر امبلسز للكارديو اكسلريتر سنتر. بترسل انهبيتري امبلسز هنا بالنسبه للفيازو، هنا شنو ها؟ بالفيازو كاليتر سنتر، واكسايتري امبلسز بالنسبه لشنو ها؟ للفيازو كاليستيكتر سنتر. هنا بترسل اكسايتري امبلسز هنا شنو ها؟ للكارديو اكسلريتر سنتر، وانهبيتري امبلسز للكارديو انهبيتري سنتر. الكتاب شال لك الحياه دي كلها وقام قال لك انهبيتري بالنموذجيه النهائيه، عايزك تفهم انت الكلام ده لحالك. وده كلام ما صح طبعا، المفروض كان اوضح هذا الكلام. فانت تكون عارف كويس جدا انه under resting condition في الحاله العاديه بارو ريسبترز ار ان ستيت اوف سلايد استريتش اند ذي ار سندينج انهبيتري امبلسز باعتبار ما سيكون. باعتبار ما سيكون شنو يعني؟ يعني نقصان في الهارت ريت، نقصان في الستروك فوليوم، اتساع في ال تمام؟ لما يحصل هاي فور تنشن وما حيرسل حيرسل هنا شنو ها؟ لس انهبيتري امبلسز حيترتب عليها زياده في الهارت ريت، زياده في الستروك فوليوم وكونستريكشن في الوعاء الدموي. ترجع المساله بهذا الشكل. صارت عندك الان البارو ريسبترز هي اللي بتنظم الارتير بلود بريشر في جميع الاحوال. حنقول دي كيف اكثر لما نتكلم عن الهايبرتنشن ان شاء الله لقدام في الحاله بتاعت الارتفاع. حنقول ديتيل اكثر لما نتكلم على الحاله بتاعت الشوك بكره في الحاله بتاعت الانخفاض. بعد ذاك الصوره تكتب لك بصوره كمان شنو احسن شويه. طيب ناو نواصل في الموضوع بتاعنا اللي هو زي ما قلت لك عباره عن مقدمه للكلام بتاع يوم الخميس كله. خلي بالك كويس جدا. عندنا حاجه اسمها ارتيريال بلود بريشر عرفناه الان، لكن عندنا حاجه اسمها في الفيزيولوجي مهمه جدا في الكلينيكال، حاجه اسمها بريشر فاليوز. حاجه اسمها بريشر فاليوز هم عباره عن نوعين. بريشر فاليوز انتوا قبال الليلة سمحتوا بحاجة اسمها ارتيريال بلود بريشر؟ قبل اليوم؟ لا أول مرة. أيوه. في الحياة العامة يعني ما ضروري ما ها من العلوم ما كلها في الجامعة، ما فيها علم كثير، الجامعة فيها ها الحياة العلم برا في الشارع ها في الشارع. ما سمعتوا في بيتكم ما في عنده عنده هايبرتنشن؟ إلا في أهلك ما في؟ إلا في. كم الضغط بتاعهم؟ 150 150 شنو ريال دولار؟ ها؟ 125 سيستوليك 150 على؟ على ما ادري مثلا نقول اي حاجه 90 طيب 80 نقول مثلا قالت 150 على 80 شنو؟ تمييز شنو؟ تمييز 150 على 80 شنو؟ مو بريال دولار ها؟ مليمتر اوف ميركوري وحدة قياس الضغط زيبق مليمتر اوف ميركوري زيبق ده الاكسبريشن بتاعنا للارتيريال بلود بريشر في الكلينيكال براكتس كده على كده مش الحاصل ها والاصل كان يقول لك الضغط بيساوي كذا وخلاص مش كده لكن الاكسبريشن بتاعنا في الكلينيكال براكتس حاجه على حاجه نيوميريتر اند دينومينيتر نيوميريتر يعني بسط دينومينيتر يعني مقام بنعبر عنه كده يبقى عندنا تو بريشر فاليوز ده واحد وده واحد ده السيستوليك بلود بريشر وده الدايستوليك بلود بريشر
هذا اصطلاح. يعني two pressure values في المستشفى. نقول the arterial blood pressure is كذا على كذا. سيخطوا من اسمعنا قالت والله قريبي ده عنده 150 على 80. معت عندنا systolic blood pressure this is one value وده systolic blood pressure this is شنوها this is another value. So we have two values. Systolic blood pressure and diastolic blood pressure. ركز كويس الكلام ده هيشرح لك الحكايه دي مره ثانيه. ده هيكون تطبيق عملي لهذا الكلام. سيستوليك بلود بريشر اند دايستوليك بلود بريشر. الان ذيس از ذا هارت از بيتنج لايك ذيس. كلمه سيستوليك بلود بريشر سيستولي معناته كونتراكشن. دايستولي معناته ريلاكسيشن. You have systole and you have diastole. ركز كويس جدا في الكلام. احنا عرفنا الارتيريال بلود بريشر قبل شويه وقلنا عباره عن the pressure that is exerted by the blood against the arterial wall. هذا تعريف عام. هذا تعريف عام. خلاص؟ كما systolic blood pressure is the maximum pressure that is recorded during systole. يعني في اللحظه اللي حصل فيها الventricular contraction الventricular systole بياخد وقت بياخد 0.3 of a second الventricular systole. قرضك صار يكون عباره عن 0.8 of a second تمام ولا ما تمام؟ الventricular systole الventricular عشان ما ينغبط بياخد 3/10 من الثانيه. أول ما ينغبط البلط طوالي بيطلع في شنوها؟ في الأورطة. أقصى درجة من الضغط تسجل أثناء الفنتريكولر سيستولي ذات إز سيستوليك بلط بريشر ودي القيمة الفوق. ده الرقم الفوق. شفتوه في قستوه في المعمل؟ ها؟ طيب ما أنت فاهمين عارفين كويس جدا ها؟ ها؟ ده القراية الفوق. لما نعمل كده اعمل كده سيستولي 0.3 اوف سكند. The duration of systole is 0.3 اوف سكند. 0.3 ها؟ 0.3 اوف سكند. انت قلت 0.2 ولا شو؟ لا 0.3 اوف سكند. 0.3 اوف سكند ذات از ذا duration of systole. طيب في اثناء ما هو قاعد يعمل في كده في خلال ال 3/10 ثانيه دي الدم وصل الاورطه ولا ما وصل الاورطه؟ وصل. اقصى قراءه للضغط اسجلها في اثناء السيستولي ذات از سيستوليك بلود بريشر. وبعدين حصل دايستولي. والدم الان في الاورطه فيه دم ولا ما فيه دم؟ فيه دم ماشي فيه. لما حصل الدايستولي بياخذ 0.5 اوف سكند. اقل ضغط اسجله في اثناء الدايستولي ذات از دايستوليك بلود بريشر. الحكايه دي عندها يعني ابلكيشن مهم جدا في الحياه العمليه مع البيشنتس. اسمع مره ثانيه. سيستوليك بلود بريشر از ذا ماكسيمم بريشر ذات از اكزيرتد ديورينج سيستولي. دايستوليك بلود بريشر از ذا مينيمم بريشر ذات از اكزيرتد ديورينج دايستولي. أقل قراية أقل قراءة أسجلها في أثناء الانبساط بتاع البطين هذه عبارة عن دايستوليك بلود بريشر اللي حاخدته تحت هنا. ده مصطلح عندنا في المستشفى كده خلاص مفهوم كده على كده ما عاد سيستوليك ودي عبارة عن دايستوليك. ركز معايا في الكلام ده كويس جدا. The most important factor affecting systolic blood pressure is cardiac output. And the most important factor affecting diastolic blood pressure is, come on, peripheral resistance. Peripheral resistance.
Back again to the equation. Back again to the equation. That the arterial blood pressure equals cardiac output multiplied by peripheral resistance. لما نعمل كده للكارديك اوتبوت هيأثر أكتر على منه. ولما نعمل كده في الدياستري هيأثر أكتر على شنو؟ ها المقاومة المحيطية زادت المقاومة المحيطية هيزيد الدياستوليك بلود بريشر. زاد الكارديك اوتبوت هيزيد السيستوليك بلود بريشر. زادوا الاثنين هيزيد السيستوليك والدايستوليك. لذلك البيشنس اللي بيجيك اذا افترضنا فرضا انه النورمال 110 مثلا على 70. التفصيل ده حيجي ان شاء الله اللي قدام المدارس في الكلاسيفيكيشن. لكن جاك بيشنس مثلا عامل كده زي خدكم دي مثلا قريبه ده 150 هذا عالي على 70. وبيشنت ثاني جا كده 110 على 100. وبيشنت ثاني جا كده 150 على 100. These are three different categories. المعالجة بتاعته بتختلف جدا. لما يجي لي واحد زي ده وعنده 150 على 70 اشكال وين؟ في السيستوليك. في المعالجة بتاعتي افكر هنا اجيب الحاجات اللي بتنقص الهارت ريت والستروك فوليوم على حسب الفهم بتاعنا ده. لو جاني ده مثلا عنده ده 110 على 100 الاشكال بتاعه وين؟ في الدايستوليك. المعالجة بتاعتي هتكون في شنوها؟ في الريزيستنس. هي الشغل بتاعي كله يكون في هذا المكان هنا. فورجيت اباوت ذيس. ما حيفيدني كثير. لو انا جيت في هذه الحالة ودخلت في الهارت ريت والستروك فوليوم ما البيشنت ما حيستفيد كثير. لأن البيشنت الاشكال بتاعه وين؟ في الدايستوليك. ولو جاك واحد عنده ده سيستوليك عالي والدايستوليك عالي المعالجة بتاعتي هنا شنوها؟ المفروض تشتغلوا كلهم الثلاثة مع بعض. الارتيريال بلد بريشر؟ لا؟ الارتيريال بلد بريشر؟ ما سامع. هيكون الارتيريال بلد بريشر؟ طبعا ما هو كل ارتيريال بلد بريشر. المعالجة بتاعتي للارتيريال بلد بريشر حتختلف. في حكاية يا فلانة أنا نسيت حبوب الضغط بتاعتي في البيت اديني حبة من بتاعاتي يبيعون السودانيين هذا كلام فارغ. لأنه كل بيشنت هنا شنوها؟ كل بيشنت ها؟ عنده وضع مختلف من الثاني. فانت هتختار الدواء على هذا الاساس. ومن هنا من هنا من دي كده زي ما انت شايف الان ده هيكون عباره عن تطبيق عملي لهذا الكلام. مثلا بيشنت الجاري ده مثلا هنا ده ده انا عايز اديه حاجه شنو؟ تنقص او أو تنقص الهارت ريت أو أو ما هو ده الكارديك أوت بوت ده نقص ولا كيف يعني ده كلام يا أخي ها؟ ما هو ده ذات ما هو ده الكارديك أوت بوت ها؟ ها؟ تنقص الهارت ريت أو أو الاثنين ده أحسن كمان. يعني أنا بدي أنقص واحد فيهم أحسن أنقصهم الاثنين. وعندنا زي ده كثيرين جدا بيعملون هذا العمل. اجي انا اقول في المعالجه بتاعتي لما افكر افكر هنا في الحته دي. مثلا وين رايك؟ مفهوم الكلام؟ بس تكون فاهم الكلام ده كويس جدا. دكتور عندك في المستشفى بيكتب الدواء صح؟ بيكتبه صح، يمكن ما عارف بيكتبه صح ليه؟ ما عارف الكلام ده، بقول لك في الجولة الكلام فاضي انتهينا من زمان ما بنعرف الجولة. ها ما اعرف في زونه ذلك مديسين يعني انا اسكت يعني هذه مشكله. تاخذ كم يا اخي ما عندي حل خلاص غير البطاريه سيستوليك الان. ها طيب ده الان ده سيستوليك بلود بريشر. اقوم افكر هنا لكن لما يجيني مثلا زي ده هنا كده افكر في هذا المجال
لذلك لو انت فاهم الفيزيولوجي كويس جدا وعاوز تغير الدولة المريض حتغير على اسس منطقية. كذا انت ما فاهم ما تغير فيه شيء. هتعمل فيه حاجة. دينا الاثنين هو الاساسيات. سيستوليك بلود بريشر وان شاء الله في اليوم الخميس حنزيد الكلام ده توصيل شوية. سيستوليك بلود بريشر الان دايستوليك بلود بريشر. طيب خلي بالك كويس جدا. دين هم الاثنين الاساسيات. بنطلع منهم اثنين تاني. نطلع اثنين تاني. واحد فيهم اسمه بلس بريشر. بلس بريشر. هو عبارة عن سيستوليك بلود بريشر ماينس دايستوليك بلود بريشر. اطرحهم من بعض. اطرح السيستوليك ناقص الدايستوليك بيجيب لي البلس بريشر. ده فايدته شنو؟ تفتكر بستفيد منه شنو؟ لو قلت لك السيستوليك كان بيساوي الدايستوليك معناتها البلس بريشر بيساوي شنو؟ ها؟ بترتب على كده شنو؟ ميت. ميت ليه؟ لانه ما في ما ما في بلس ما صفر ما واضح هي ما هو صفر يعني ما هي بلس هاي ما هي بلس بريشر لكن ما في شنو؟ ما في كونتراكشن ما في وفي لكن البلس بريشر ماله صفر معناته شنو؟ ميت. ما ليه ميت؟ ليه؟ ما في شنو؟ ما في فلو ما في سريان بتاع دم في الوعاء الدموي وهذا لا تستقي معه الحياة. كده ما حيجيك بيشنت تقول لك والله انا سيستوليك ودايستوليك هذول الاثنين زي بعض ما بكون جالس معك. طيب ولو زاد البلس بريشر زاد معناته الفلو هي شنو؟ هاي وانا بحتاج الفلو يكون هاي مرات مش كده؟ اعمل اكسرسايز مثلا تمشي تعمل اكسرسايز حساسي وتعال قيس البلس بريشر بتاعك تلقى السيستوليك عالي والدايستوليك هنا شنو؟ ها ليه؟ عشان البلس بريشر يزيد ولا يزيد؟ عشان يزيد الفلو ولا يزيد الفلو؟ عشان تو سبلاي مور بلوت تو اكسرسايزنج موسلز. اجلس مع واحده بريجننت ليدي حامل قيس لها البلس بريشر بتاعها تلقى السيستوليك بتاعها هنا شنو؟ ها والدايستوليك هنا شنو؟ ها ليه؟ فلو زايد وليه الفلو زايد؟ عشان مور بلوت مش البلاسينتا يمشي للفيطس. تاخذ في الاندوكراين فيزيولوجي مثلا يجيك بيشن احط الاندوكراين فيزيولوجي. طيب خلاص خلينا كده بلس بريشر واضح اللي بديك فكره عن شنو؟ بديك فكره عن الفلو. الاخير اللي هو الرابع اللي هو التالي بنشتقاه من هنا من دين الاثنين حاجه اسمها ذا مين ارتيريال بريشر. مين ارتيريال بريشر ماب ام اي بي مين عشان العربي؟ مين اساسي ديك مين بتعرف انجليزي بتاع ها ديك مين ام اي اي ان الله يهديكم سواء السبيل ها ام اي اي ان ديك مين ودي مين مين ده الاساسي ومين ده هنا شنو ها او متوسط او معنى تمام او متوسط. طيب متوسط مقصود هنا مقصود هنا متوسط ها ناخذ المين ولا المين؟ مين يا اخي ده غلط دي ما في ده غلط دي ما في دي ها؟ ماكم مدعمين كده دي ما في دي ها؟ دي ما في دي مين دي ما في ديك ما غلط تقول مين؟ المتوسط ده المتوسط المتوسط حيكون بيساوي شنو؟ انا عندي الاثنين دي المتوسط بتاعهم شنو؟ سيستوليك زائد مرات بير زايد ها زايد زايد الدايستوليك بلوت بريشر على اثنين. معناه شو العلامه دي في الرياضيات؟ لا يساوي. يمكن ما بساوي هذا الكلام ما صح. مو صح؟ ايوه ما بساوي. وان كان اسمه المتوسط لكن ما بساوي. أنا قلت لك السبب قبل شوية ليه ما بساويه؟
عشان ما في شغل. ده بياخد كم من الزمن؟ 0.3. وده بياخد كم؟ 0.5. معناته الزمنين بتاعه ماله مختلفين، وما يستقيم. اخد متوسط لاشياء مختلفه في الازمان بتاعتها، ما يستقيم، ما ممكن، ما ممكن اخذ متوسط بتاع اشياء مختلفه في شنوها في الزمن. لازم يكون عندهم اتحاد في الزمن، مشكله عشان اخذ المتوسط بتاعه. فهو بساوي ده على هذا الاساس، حيكون اقرب الى السيستوليك ولا الدايستوليك؟ اقرب الى الدايستوليك. ليه اقرب الى الدايستوليك؟ لانه زمن اطول بمعادله انت ما مطالب انها جات كيف، لكن لو عندك انترست في الفيزيولوجي ممكن تعرفها. لكن الديس ستيج انت ما مطالب بها. مير ارتيريال بريشر جات كيف، انت ما مطالب بها، لكن معادله مهمه. بيساوي دايستوليك بلاد بريشر بلس ون سير الباس بريشر. هذه معادله مهمه جدا جدا في معالجه الهايبرتنشن. لو عندك انترست تو درايف ذا ايكويشن جات كيف، ممكن تلقاها في كل الفيزيولوجي موجوده. فالمين وان كان اسمه المين لكنه لا يساوي السيستوليك زائد الدايستوليك على الاثنين. نفساوي. النفساوي الدايستوليك بلس بريجر بلس تلت البلس بريجر. ده الاهميه بتاعته شنو؟ اول حاجه يطلع رقم واحد بس، ما حيطلع كده على كده، تمام ولا ما تمام؟ زي البلس بريجر حيطلع رقم واحد بس. لكن زي ما انت شايفه اصحي، زي ما انت شايفه فيه كلهم، فيه السيستوليك اللي هو هنا، وفيه الدايستوليك اللي هو هنا، بيشملهم كلهم. لذلك انت بتقرا في الكتاب والكتاب قال لك the pressure is 100 قاصد سيستوليك ولا قاصد دايستوليك؟ قاصد مين؟ قاصد مين؟ لا قاصد سيستوليك ولا قاصد دايستوليك؟ ما هو سيستوليك ودايستوليك يقول لك كذا على كذا، جميل الكلام اللي قلناه في الاول. لو قال لك رقم واحد معناته قاصد هنا شنوها؟ قاصد المين اللي هو اللي هم الاثنين. اوكي. اللي هو السيستوليك زائد اللي مع بعض لما يقول لك المين. وده عباره عن المتوسط بتاع، انا قلت لك السيستوليك هو عباره عن الماكسيمم بريشر ديورينج سيستولي. والدايستوليك عباره عن شنوها؟ المينيمم بريشر ديورينج دايستوليك. طيب ليه جبنا كلمه مين احنا؟ لانه عباره عن المتوسط بتاع البريشر خلال الكاردياك سايكل كل في الكل. الزمن اللي حاصل فيه الانقباض بتاع الفنتريكل، والزمن اللي حاصل فيه الانبساط بتاع الفنتريكل، المتوسط بتاع البريشر في خلال هذه اللحظات هو عباره عن شنوها؟ المين ارتيريال بريشر. ده مهم جدا جدا. ده مره مهم. نحتاج له كثير جدا. والكتاب دائما لما يقول لك the pressure is 100 the pressure is 90 معناته قاصد شنو؟ المين. المين طوالي. ده اللي بيجيب لك كلهم مع بعض. اما السيستوليك لازم يقول لك سيستوليك بلاد بريشر كذا. دايستوليك يقول لك دايستوليك از كذا. او يقول لك كذا على كذا معناته السيستوليك على دايستوليك. مفهوم الكلام؟ So these are the pressure values. Here we have the mean arterial pressure. The diastolic blood pressure بلس ون سيرد البلس بريشر. ده نحتاج له مهم جدا بالذات يوم الخميس في السي بي ال بتاعكم. نحتاج له مره في الحياه العمليه، عنده اهميه يعني مره اساسيه توقف عليها حياه المريض. يعني عنده مع فيه فات بيتوقف عليه انك انت ممكن تقتل المريض اللي انت بتعرف هذه الفات. انت تكون الدكتور يكون السبب في قتله. بس حطها في بالك كويس جدا. So now here we have the prayer values. We have the systolic blood pressure, the diastolic blood pressure. دي هم الاثنين الاساسيات. عندنا السيستوليك هو عباره عن اقصى ضغط انت ممكن تسجله في اثناء السيستولي، والدايستوليك عباره عن اقل ضغط ممكن تسجله في اثناء الدايستولي. The maximum pressure that is exerted during systole is the systolic blood pressure, and the minimum pressure that is exerted during diastole is the diastolic blood pressure. They are the two important pressure values. في اثنين derived مشتقات يعني. درايف من الاثنين ديل هو عباره عن البلس بريشر اللي بيعدي لك الفلو، عملته في الاكسرسايز مثلا، في البريجننت ليدي، في اي لحظه من اللحظات انت محتاج انك تجيب دم كثير لاي اورجن، اورجنك بتذاكر في حاله بتاعت ستريس داير دم كثير للدماغ للبرين وهكذا، البلس بريشر بيكون زايد. تمام. المين ارتيريال بريشر ده عباره عن البريشر اللي بيكون عباره عن ملخص لهم كلهم مع بعض. يعني شنو؟ يعني متوسط الضغط in one single cardiac cycle.
مش السيستوليك في ماكسيموم دوركسيستولي ودي لا. طيب في الكاردييك سايكل كله انا الان بعمل كده نون سايكل هي دي كده فيها سيستولي وفيها دياستولي هي ذيس از وان سايكل فيها سيستولي فيها دياستولي قبل ما ها كم نحسب كم من ارتيري بريشر دي الان وان كارد فيها سيستولي فيها دياستولي لو اخذت السيستولي القرايه الماكسيموم البسجيله في اثناء السيستولي ذات السيستوليك بلوت بريشر مش في اثناء السيستولي بس اقصى قرايه في اثناء السيستولي ولو اخذت الدياستولي اقل قرايه في اثناء الدياستولي طيب متوسط الضغط في اثناء السيستولي والدياستولي از هول تحت الزمين ارتيريال بريشر ده بيكون ماشي ده الضغط انت بنشوف في اي لحظه من اللحظات at any time هترتب عليه المايوكاردين الفاكشن مثلا جلكم الله عنده مثلا عنده مايوكاردين الفاكشن مثلا قضيه كلها معتمده على انه السبلاي بتاع الكورنيريز بواسطه الاورطة معتمد على المين ارتيريال بريشر like for example patients with myocardial infarction عشان البلط من الاورطة يمشي على الكورنر ارتريز هذا معتمد على هنا شنوها على المين ارتيريال بريشر المين ارتيريال بريشر is the average pressure during the whole of the cardiac cycle يعني ده الضغط الموجود في اي لحظة من اللحظات اذا كنا نعلم الكلام كله فيزيولوجي بيتكلم فيه هو لانه يتكلم فيه هو معناته يتكلم كذلك في شنوها وكذلك في شنوها وكذلك في البلس بريشر لذلك اذا لفت انتباهك الى هذه المساله الكتاب اول ما يذكر لك رقم واحد بس يقول لك ذا بريشر از 100 طوالي ما اعطاك قصد المين قصد المين ارتيري بريشر اما يبغى سيستوليك على الدايستوليك يقول لك كذا على كذا يبقى سيستوليك لحاله يقول لك سيستوليك يبغى دايستوليك لحاله يقول لك دايستوليك ناو ريتشينج ذا اند اوف ذيس فيري بريف سيشن which is actually standing as introduction for the subject of the arterial blood pressure to summarize in conclusion that cardiac output is the volume of blood that is ejected by each ventricle each minute of time cardiac output is controlled by the heart rate and stroke volume and the formula will be cardiac output multiplied by stroke volume Any increase in the heart rate or increase in the stroke volume will be associated with increase in cardiac output. Arterial blood pressure is defined as the pressure exerted by the blood against the arterial wall. It is controlled by means of two important factors. These factors are cardiac output and peripheral resistance. The formula is arterial blood pressure equals cardiac output multiplied by peripheral resistance. The most important factor affecting cardiac output or affecting systolic blood pressure is the cardiac output. And the most important factor affecting diastolic blood pressure is the peripheral resistance. This point is very important as far as the selection of the appropriate antihypertensive therapy in clinical practice. The baroreceptor reflex mechanism is the genuine factor that is actually controlling the arterial blood pressure. The center in the medulla oblongata, where we have the cardiac center that is divided into cardioinhibitory center and cardioaccelerator center, and we have the vasomotor center that is divided into vasoconstrictor and vasodilator center. In patients with elevation of the arterial blood pressure, the impulses will go to the cardiac center in order to inhibit the cardioaccelerator center and stimulating the cardioinhibitory center with resulting decrease in the heart rate and the same will be applied to stroke volume then cardiac output will be reduced. Again in case of hypertension the impulses will go to the vasomotor center and will stimulate the vasodilator center as a result will be relaxation of the smooth muscles of the blood vessels the peripheral resistance will be decreased and then again the arterial blood pressure will be decreased. In the case of normal situation where the pressure is neither high nor low, you have the same resting pressure. The pressure is neither high nor low. The baroreceptors are in a state of a slight stretch and they are sending inhibitory impulses. That is to say, decreasing the heart rate
decreasing the stroke volume and causing relaxation of the smooth muscles of the blood vessels. In cases of hypotension, then the baroreceptors will actually send less inhibitory impulses. Then the result will be increase in the heart rate, increase in the stroke volume, and constriction of the smooth muscles of the blood vessels. In later sessions, the subject of shock will clarify the role of baroreceptors in patients with hypotension. And the subject of hypertension will clarify the role of baroreceptors in patients with elevated arterial blood pressure. And again, the baroreceptors will explain the subject of patients with heart failure, and this is what we refer to as the ventricular assessment, which we will discuss when we talk again about the subject of shock. Okay? عندكم أي استفسارات؟ عندكم أي حاجة اتصلوا فيها؟ عندكم في الواتساب تلقوا الرقم عند الأولاد. ها؟ أي عندكم أي سؤال ما تترددوا أنكم تسألوا. طيب.